مرحبا يا شباب، وأهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الجديدة. قبل أن أبدأ التغطية، خلونا نتوقف عند 4 معلومات هامة عن إيران. أول معلومة يا شباب تقول أن إيران هي عاصمة عملية تجميل أنف في العالم. إي نعم، هي عاصمة هذا النوع من العمليات التجميلية. عشان كذي لا تستغرب وانت تمشي في شوارع ايران تشوف بنات واجد حاطين لصقة بيضاء على خشومهم، دليل انهم مسوين عملية تجميل للانف. ومو بس البنات، حتى الشباب زايدين في عملية تجميل الخشم. ولا تسألني عن الاسعار، لأن العملية هذه تختلف من مستشفى لآخر، ومن دكتور لآخر، ومن حالة إلى حالة أخرى، ولكن في المجمل يا شباب بتكون أرخص بكثير من بلدان أخرى. المعلومة الثانية يا شباب تقول إن إيران هي أكثر بلد يجري عمليات التحول الجنسي. تسألني يعني شنو عمليات تحول جنسي؟ راح أقول لك أن تلك العمليات يعني تحويل الأنثى إلى ذكر وبالعكس. والأسعار أيضا هنا حسب الحالة وحسب المستشفى والدكتور. المعلومة الثالثة يا شباب تقول أن إيران بلد اقتصاده منفصل عن العالم تماما، فما في داعي تحمل بطاقتك المصرفية لإيران لأنها لن تعمل هناك. المعلومة الرابعة والأخيرة شنو تقول؟ تقول لا تتصور أن شعب إيران كلهم فرس. الفرس يشكلون تماما نسبة 61%، والباقي خليط من أكراد وأذربيجانيين واللر اللي هم بدو الفرس والعرب والتركمان والقبائل التركية. والآن نتحول بكم إلى التغطية. مرحبا يا شباب، يعطيكم العافية وموفقين إن شاء الله لكل خير. حاليا احنا في زيارة لبارك ملت، احد المنتزهات في مدينة مشهد في الجمهورية الاسلامية. اهلا وسهلا بالجميع. وهذا هو اسم الحديقة اللي حاب يجي يزورها. راح نخلي لكم ان شاء الله موقع الحديقة او البارك هذا في صندوق الوصف. خلونا ندش ونستكشف معاكم هذا المنتزه او الحديقه. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بتبدي وياكم شباب التغطيه في بارك ملت او منتزه ملت، هذا المنتزه الكبير كما تشاهدون، مسطحات خضراء يا شباب واشجار وورود. شوف شلون، طبعا المكان كبير ومقسم الى قسمين، قسم كل العاب وصاير في المركز، وحول ما حول كله منتزهات واشجار سطحات خضراء ورود وما ورود كما تشاهدون هنا. وعلى هالمشاهد يا شباب من بارك ملت راح نعطيكم بعض المعلومات عن هذا البارك، وهو يسمى ايضا بحديقة الشعب. وهذه الحديقة يا شباب او هذا المنتزه بالاحرى، مساحته الاجمالية تقريبا 7 كيلومتر مربع، و يتميز بأشجاره الكبيرة والمتنوعة والمسطحات الخضراء كما تشاهدون. الله، أنا مو عاجبني لها الغربان هذول، عليفين بعد.
طبعا مسطحة الخضراء قلنا يا شباب الفائقة الجمال، وكذلك الزهور والورود المتنوعة، واللي راح ان شاء الله نصورها واحنا في تغطيتنا، والنوافير المتعددة والممرات الواسعة. وبها مدينة ألعاب، قلنا لكم هاي المدينة تقع في النصف تماما، اي في المركز، وهي مكان مثالي لممارسة الرياضة واللعب لجميع أفراد العائلة كبارا وصغارا. يوجد بها أيضا مقاهي ومحلات لبيع المأكولات، وملاعب متعددة مثل تنس الطاولة والريشة الطائرة والعديد من الألعاب الرياضية الأخرى. كذلك توفر في الحديقة أجهزة رياضية مصممة بصورة مثالية، يعني الحديقة يا شباب كاملة مكملة من جميع الجوانب. يا سلام يا سلام، صراحة الأشجار هني تحس إنها أشجار معمرة، يعني شوف ما شاء الله تبارك الرحمن. يقول لك كما أن الوصول إلى هذه الحديقة يا شباب في غاية السهولة وغير مكلف. احنا جينا من الفندق الى هني، يعني من عند تقريبا الحرم الربوي الى هني 150,000 ايراني، يعني يطلع تقريبا يطلع في حدود كم تقريبا، يعني دينار و200 او دينار ونص تقريبا، فهاي الحدود يعني مبلغ رمزي. مسافة يعني تقريبا المسافة 20 كيلو تقريبا من فندقنا إلى هذا المكان، مكان يستحق الزيارة بجداره، سطحات خضراء، والمكان كبير 7 كيلو، يعني مكان كلش كبير. وكنبذة تاريخية عن هذا المكان يا شباب، يقول لك إن هذا المكان كان أرض جرداء، وبأمر من فرح بهلوي اللي هي زوجة محمد رضا بهلوي ومحمد رضا أغا جاني، تم تبديلها إلى حديقة. ثم التشييد على مرحلتين، مرحلة أولى ومرحلة ثانية. وتم طبعا تصميمها على يد احد الانجليز ويدعى بوزين. الحديقة يا شباب كما خبرناكم يعني من الصعب جدا انك تغطيها كلها 7 كيلو، تغطي شنو وتخلي شنو. راح نحاول نركز على اهم معالم الحديقة معاكم في هذه التغطية السريعة، ونسأل الله التوفيق. اول شيء اذا انت قلت تتجول وعطشان اشرب ماي من هنا، هذا ماي حق الشرب، وهني ماي حق غسيل او تغسيل او وضوء او ما شابه ذلك. هذا احد شوارع الحديقة، فيها بعد ممشى حق ممارسة الرياضة، وحول ما حول الحديقة تشوف شلون، حول ما حول الحديقة كلها اشجار، بار كبير يستحق الزيارة يا شباب. كل مكان يا شباب وكل بقعة فيها أشجار مختلفة، شوف هاي البقعة فيها هاي الأشجار، أشجار جميلة تقدر تصور صوبها. هاي البقعة فيها أشجار مختلفة، شوف أشجار تختلف عن ديك البقعة اللي صورناها من شوي. وهذه أدوات التنظيف، ضاربين هني بإقفول، وهذا الحجي هني مرتاح مستانس، بين حين والآخر تحصل مثل هالكراسي هذه عشان تقعد، وهناها براميل تخلص من القمامة يا شباب. طبعا ما أحكيكم عن الغطاء الأخضر، شوف شلون ما شاء الله تبارك الرحمن، في أشجار ضخمة وطويلة وتحس إنها صار لها سنين في هذه المنتزه. شوف إيش طول هذه، يا الله.
الحديقة متروسة من هالغربان هذولين. شوف هاي واحد منهم. شوف 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 الجمال. يا الله كاميرا صدق تظلم تظلم. الزين في الحديقة ان فيها علامات تدليك الاماكن. شوف هنا عندك وهنا عندك مكتوب هني درياتش اللي هي artificial lake اي بحيرة الاصطناعية. خلنا نروح نشوفها ايش بالضبط شنو فيها. شوف 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 ايش كبره. شوف متربي ها. هذا الجدول يا شباب صناعي طبعا مش طبيعي. اتوقع يروح للبحيرة الاصطناعية اللي تكلمنا عنها. اي نعم فعلا انا شفت البحيرة الاصطناعية. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه هي البحيرة الاصطناعية اللي تكلمنا عنها. قوارب فيها. حلوة صراحة. مكان حلو. هذه هي البحيرة الاصطناعية. ذهن الشباب يلعبون ريشة طائرة. وهني يلعبون تنس. هناك بعد يلعبون تنس. هاي الملاعب اللي تكلمنا عنها. ما شاء الله استانس. لافتة بعد حق الشطرنج. يعني كل مكان كل مكان فيه كل شيء موجود. هذه يسمونها حركات بركات. شوف في جذع الشجرة. وهني عندكم بعض مكان حق اطعام الطيور. ما عليكم من الفارسي. تحت تحت تقدر هني تجي هالمكان هالحلو هالرومانسي هذا تشتري لك من هالمطعم وتاخذ لك احد هاي هالمراكب الصغيرة وتسبح في البحر وياك بعد البط هناك هالبيضان. يا سلام هاي البط. شوف هاي البط صار واضحين لولا يسبحون وياك. ايش رايك؟ شي خيال. بحيرة طبعا اصطناعية قلنا لكم شباب. تاخذ لك وجبة من هني وتروح البحيرة. شوف هالسمكة هاي ايش كبرها. اسماك الزينة ما شاء الله تبارك الرحمن. وايد كبيرة ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله اسماك كبيرة في هاي البحيرة الاصطناعية. ضخمين هاي يا شباب السماك هنا ما شاء الله كبار. حاليا بمحاذاة البحيرة الاصطناعية مع هاي المناظر هالاشجار هالحلوة يا شباب. البط عاطي البحيرة جو ثاني ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي البط بعد ما قطوا عليهم هالفتات الخبز جمعوا هني ياكلون.
شاء الله تبارك الرحمن. حلوين والله الباب نضاف بعد. واذا جيت هني بعد لا تقول بجوع، اكو موجود ايس كريمات، مينوات، شيبسات، مبردات، كل شيء موجود، كل شيء موجود. ما شاء الله حركة السياح في الحديقة فل، ما في مكان. شوف شلون ضمن الألعاب أيضا الموجودة فيها ألعاب الجولف 7 كيلو تدور لشنو وتخلي شنو. أنا صراحة تعبت وأنا راكض من مكان لمكان. ما شاء الله تبارك الرحمن، الأشجار كل مكان، الخضرة كل مكان. الحديقة يا شباب بتكون مفتوحة حتى الثانية بعد الفجر صباحا أتوقع، مو أكيد طبعا، أتوقع تفتح الساعة 8. أما الألعاب الموجودة في المنتصف لا، هذولاك يفتحون من الساعة 4 العصر أو مساء، 4 مساء يمكن إلى الساعة 11 أو إلى الساعة 12 منتصف الليل. فالحديقة يا شباب مفتوحة، اللي حاب يجي يزورها الصبح عصر ظهر مفتوحة الحديقة. حياكم، نكمل وياكم الجولة. عجبتني هاي المنطقة، منطقة الأشجار هذه، وكأنه صاير وادي هنا منخفض. شوف شلون مكان جميل هنا، أشجار خضرة إن شاء الله تبارك الرحمن، شيء خيالي. هاي الصغيرة تلعب صميدة أو خشيشة على هواك. صدنا مكان جميل حق تجمع العائلة، كلش ممتع خصوصا الفترة المسائية. تعال هني واستانس، شوف الألعاب مال الصغار هني. هكو الألعاب عندكم هني، في ألعاب طبعا بفلوس وفي ألعاب مجانية. هذه طبعا منطقة من أحد المناطق اللي فيها ألعاب، كل قسم في ألعاب غير، يعني تقريبا مو أقل من 100 مكان في مثل هالألعاب هذه. صحيح تختلف الألعاب ولكن كل منطقة فيها ألعاب خاصة للأطفال. تعال هنا وريح والعب العصر، يعني تقريبا مسافة 20 دقيقة من مركز مدينة مشهد إلى هنا. شوف الشجرة يوم مالت ما قاموا شالوها، كنسلوها هاي الشجرة، حطوا لها هاي العمود كفكرة. شوف شلون عشان ما تنزل زيادة حديد. يا سلام سلم. هذا عندكم الجسر اللي يقطع أو يقسم البحيرة إلى قسمين، قسم على إيدي اليمين وقسم على إيدي اليسار يا شباب. وتقريبا هذا المكان يمكن يكون أجمل مكان في هذا المنتزه. هاي عندكم هنا البط، أوهوهو ذبحتهم الخبز هذول. يا سلام يا سلام سلم، منظر حلو. وإلى هنا يا شباب ومع هذه المناظر الحلوة نختم معكم هذه تغطيتكم من بارك ملت أو حديقة الشعب في مدينة مشهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. حتى نلتقيكم في مكان آخر، أستودعكم الله وفي أمان الكريم.